بما أن الدولة ولله الحمد سمحت للمرأة السعودية بالدخول لسوق العمل، فكانت فرصة أن نتوجه لسوق العمل تحقيقا للرؤية، والحمد لله احنا بنحصل دعم من الدولة، فاتجهت يعني انظارنا انه نعمل شيء يطلبه السوق السعودي. وانت زي ما انت عارفة ان السوق السعودي مستهلك، ويعني القوة الشرائية يمكن تكاد انها تكون الثالثة او الثانية في العالم اكبر قوة شرائية. بدأت في هذا المجال من 3 سنوات، عندي 12 عطر مخلطات شرقي فرنسي، طبعا تصنيعي أنا، خلطاتي خاصة فيني أنا، أتميز في الجودة في الثبات، برضو عندي معطرات. بالنسبة لي أنا لما أنا أتواجد في معرض كبير فيه أسماء كبيرة هذا يعطيني الثقة أنا في النفس، برضو كمان أنا أثبت وجودي في عطوري أنا الخاصة وخلطاتي الخاصة، وبرضو كمان كبراند سعودي فخورة في نفسي أني أنا أكون متواجدة. أهم شيء طبعاً وجود الزيت، إذا وجد الزيت العطر الفرنسي خلاص أقدر أصمم منه كل شيء، العطر بعدين نسوي منه اللوشن والخمرية الشعر والجسم. جودة العطر يكون في الكحول، في كحول صراحة يكون مغشوش، في كحول درجة أولى، في كحول ممتاز جداً، طبعاً هو حسب نسبة جودة الكحول صراحة، اللي هو حيكون الكحول الطبي هو أفضل حاجة. الحمد لله بفضل من الله بعد 4 سنوات بخط سير العطور تميزت بأني أول سعودية وصلت للقرية العالمية بالجناح السعودي، وهذا كله في دبي الحمد لله بفضل من الله سبحانه وتعالى. اللي ميزنا أنه الأسعار يعني ثابتة، ستيل ثابتة برغم كل يعني الظروف، والجودة كمان لا زالت على ما هي، والأفضل إلى الأفضل. خط إنتاج الصابون، يبدأ الصابون عندي من الصفر، يبدأ عندي يا حبيبتي من الزيوت الطبيعية، ما هي مهدرجة، طبيعية 100%، مثل زيت الزيتون، زيت النارجين، زيت دوار الشمس، زيت اللوز، زي كده. وبعدين نبدأ فيه نضيف له الفيتامينات والأشياء الطبيعية، مثل الفيتامينات علشان إيش؟ اللي شد البشرة، اللي تبتيح، عندنا أكثر شيء للإكزيما.